هرمون التستوستيرون. ايه هو هرمون التستوستيرون؟ بيتفرز منين وازاي؟ ايه وظيفته؟ معاكم دكتور احمد خميس، يلا بينا. اولا ايه هو هرمون التستوستيرون؟ يعتبر الهرمون الرئيسي المسؤول عن الصفات الذكوريه عند الرجل، من نمو الشعر وقوه العضلات وخشونه الصوت وغيره. وكمان لازم نعرف ان هرمون التستوستيرون رغم ان اسمه هرمون الذكوره الا انه موجود في الرجال والنساء، بس تركيزه في الرجاله اكتر 20 مره من النساء، وليه فوائد عند الرجاله وعند النساء. وزياده الهرمون او نقصه بيعمل مشاكل في الطرفين زي ما هنقول دلوقتي. وكمان نسبه هرمون التستوستيرون متغيره في الجسم على مدار اليوم، يعني على سبيل المثال اعلى تركيز لهرمون التستوستيرون في الجسم بيكون من الساعه 4 للساعه 8 صباحا، واقل تركيز لهرمون التستوستيرون في الجسم بيكون من الساعه 4 للساعه 8 مساء. وكمان نسبته بتتغير على حسب العمر، واعلى نسبه لتركيز هرمون التستوستيرون في الجسم بتكون في الفتره من 20 سنه ل 30 سنه، وبعد ال 30 سنه بيبدا هرمون التستوستيرون يقل تدريجي. طيب هرمون التستوستيرون ده بيتفرز منين؟ عند الرجال بيتفرز من الخصيتين، وعند النساء بيتفرز من المبيضين بس بكميات اقل زي ما قلنا. طيب هرمون التستوستيرون بيتفرز ازاي؟ الموضوع بيبدا من المخ والغده النخاميه. لما هرمون التستوستيرون بيقل في الجسم تبدا الغده النخاميه تفرز هرمون ال LH اللوتلايزنج هرمون، وده اللي بدوره بيروح للخصيتين ويحفز خروج هرمون التستوستيرون علشان يقوم بالوظيفه بتاعته. وبالمثل في الانثى بيروح للمبيضين ويطلع هرمون التستوستيرون علشان يؤدي الوظيفه بتاعته. ولما هرمون التستوستيرون يوصل للمستوى الطبيعي في الجسم بيبدا بحاجه اسمها النيجاتيف فيدباك ميكانيزم يقلل هرمون ال LH، ومن هنا يقف افراز هرمون التستوستيرون. وبكده بنتحكم في افراز هرمون التستوستيرون والمعدل الطبيعي بتاعه في الجسم بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طيب ايه هي وظيفه هرمون التستوستيرون في الرجال والنساء؟ في الرجال هرمون التستوستيرون له دور مهم جدا، وبيساهم خلال فتره البلوغ في ظهور الصفات الذكوريه، وبيساهم في العديد من الوظائف على سبيل المثال بناء العضلات والعظام القويه، نمو الشعر في الوجه والجسم والعانه، المحافظه على توزيع الدهون في الجسم، المحافظه على انتاج كرات الدم الحمراء، الرغبه الجنسيه، انتاج الحيوانات المنويه، نمو القضيب والخصيتين عند الرجال، وخشونه الصوت وبروز تفاحه ادم. وفي الفتره دي غالبا بتظهر حبوب الشباب. دي وظيفه هرمون التستوستيرون عند الرجال. طيب عند النساء ايه وظيفه هرمون التستوستيرون؟ التستوستيرون عند النساء بيلعب دور مهم جدا زي الحفاظ على الرغبه الجنسيه والحفاظ على كثافه العظم وتحسين الوعي والقدره العقليه وغيرها من الوظائف مهمة جدا. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم أحمد خميس، والسلام عليكم.